اهلا بكم. كنا من كام يوم كده زعنا في حلقه من حلقاتنا في مصر النهارده انه في مستشفى جمال عبد الناصر في اسكندريه، مستشفى التامين الصحي، راح فيها عدد من الحالات 36 38 حاله تقريبا كده يعني، وقلنا انه السبب فيها اللي هو اشرف امين اللي هو مدير المستشفى. افكركم بس بالحلقه دي، كانت يوم 21 نوفمبر. نشوف كده قدامي اهي في مستشفى التأمين الصحي في اسكندرية، وده أكبر مستشفى للتأمين الصحي، مستشفى جمال عبد الناصر. المستشفى دي مديرها اللي هو اسمه الدكتور أشرف أمين هيطلع معاش في شهر 6 يوم 12، لكن اتمدله سنتين. الدكتور ده معاملته سيئة جدا، لكن الواقعة اللي أحكيها الأسبوع اللي فات حصلت الأسبوع اللي فات يومين خميس والجمعة. الراجل ده موت 38 حالة كورونا، قتل 38 شخص. أنا بقرأ من الرسالة، حققوا في الكلام، جايز الرسالة حققوا. لقى 38 حالة كورونا موجودين في المستشفى ومحطوطين على أجهزة تنفس. الراجل ده لقى حتوم يعني، الراجل حب يتوسع في الأجهزة بتاعة التنفس وبيجيب كمان 38 تانيين. يعني هو عنده 38 واحد في الإنعاش، هو حب يوسع الإنعاش فحب يدخل 38 مريض تاني. الدكاترة قالوا له ما فيش أجهزة تنفس في المستشفى، لا 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 لازم يعمل، فقال لا لازم يعمل كده. يعمل ايه؟ راح يحط برضو 38 واحد تانيين. ما فيش أجهزة، يقولوا له ما فيش أجهزة، قال لهم لا حطوا المرضى الجداد. وهو ايه اللي عايز يفتتح بيهم القسم التاني؟ قام فعلا حط 38 واحد جداد. اتوفى يوم الخميس 28 واحد، ويوم السبت 10، يعني المجموع 38 شخص اتوفوا. وهو معاه مدير فرع اسمه الدكتور عناني عطية اسماعيل. انا بقول لكم بالاسماء، الاسماء قدامي اهي. مدير مستشفى اسمه اللي هو اشرف، يا خبر ابيض، اشرف امين، ده اسم كدب قوي، فيك قوي يعني، زي مخلص امين كده، اللي هو اسمه اشرف امين. والراجل اللي معاه مدير الفرع اسمه الدكتور عناني عطية اسماعيل. الاثنين مكتمين على المذبحه دي ومش قادرين يتكلموا، ولا عايزين اي حد من الموظفين يفتح بقه ولا يتكلم عشان الموضوع ما يطلعش بره. طبعا العمال وهم في المشرحه وفي الغسل وفي الحاجات دي استغربوا من العدد، فاتنطور الكلام ووصل لمين بقى؟ للدكتور ضاحي رئيس الهيئه، هيئه التامين الصحي. وكل اللي عمله الدكتور ضاحي انه قرر يلغي انتداب مدير المستشفى اللي هو اشرف، اللي هو اصلا فترته خلصت وتمدله سنتين، وهو ده اللي قرر يعمله. لكن الموضوع طبعا لا اتحقق فيه ولا اتاخد فيه اي حاجه، وال 38 شخص دول توفوا بسبب تعنت سياده اللواء، واللي هو تعنت واخذ الاجهزه وحطها عليهم، واحنا عايزين حق الناس دي يرجع بس. والسلام عليكم ورحمه الله يا استاذ محمد. قلنا الرساله زي ما جات لنا في حلقة 21 نوفمبر. حضرات السادة المشاهدين، في تسريب أو تسجيل صوتي للدكتور ده حصري لبرنامج مصر النهاردة بيتكلم عن الواقعة دي، بس الرقم مختلف، من 28 شخص بقوا 16 بس. نسمع كده حصري لبرنامج مصر النهاردة الواقعة دي. صباح الخير يا حاج، أخبار حضرتك إيه؟ أنا الدكتور أشرف أمين مدير مستشفى جمال عبد الناصر. معلش أنا لما بتزنق خالص برجع للجمعية بقى بتاعتك بقى، عشان أنتوا ناس خيرين ودايما واقفين في ظهرنا. والله أنا عندي مشكلة عاجلة تكاد تكون كارثة. يا ربنا كرمنا بمجموعة من المجتمع المدني، وأهم واحدة فيهم المهندسة رانيا شريف بيومي، وفتح الله عملت عناية جديدة 13 سرير للكوفيد كاملة. وبعد ما دخلت العينين عليها يوم الجمعة فوجئت العينين الأكسجين بيقل عليهم ودخلوا في مشكلة كبيرة جدا. جبت مهندس من الإنتاج الحربي بمنتهى الأمانة، عشان الناس اللي معايا في المستشفى المستوى بتاعهم كانوا بيقولوا لي مفيش حاجة، واتضح لي ان السبب ان الحمل. انا عندي مبنى عزل كامل، مبنى بالكامل بيستهلك اكسجين حوالي 140 مريض، فلما تحملوا ال 13 دول القشة التي قسمت ظهر البعير الاكسجين وقع في المبنى كله، العين تعرضوا للخطر. اضطريت ان انا ال 13 حالة انزلهم الاستقبال تاني،
فالوضع كان مزري، خميس جمعة وسبت ما اتحركتش من المستشفى تقريبا، والبدائل ان انا اجيب تانك احطه جنب مبنى البطنة، تانك ده ب 2 مليون جنيه، يعني اجر تانك، البدائل كلها مؤلمة. انا عندي التانكين كبار يكفي المستشفى كلها، بس التانك الاولاني ده اللي انا عايزه بقى، ان المواسير بتاعته شبكة قديمة متهالكة والقطر بتاعها رفيع مش مكفي ال 120 عيان. يبقى اختصار الدنيا، المهندس اللي انا جبته تبع الانتاج الحربي لو شغال في المستشفى، وحضرتك تقدر تجيب اي مهندس غازات تاني، بيقول ان تكلفة الخط اللي هيتمد من التانك اللي هو من اول المستشفى لغاية مبنى الباطن اللي هو في اخر المستشفى اللي هو مبنى العزل بوابة لوحده باستقبال، محتاج تكلفة حوالي 200,000 جنيه. يا ريت مع المجموعة بتاعت حضرتك ان شاء الله، انا هلف على الجروبات كلها، قدرت حضرتك تساعديني بالكامل ماشي، جزء ماشي، انما انا الموضوع ده بالنسبه لي مساله حياه او موت، عايزه خلال يومين او ثلاثة ايام. مات العدد اللي احنا قلنا عليه والرساله طلعت صح. هو قال بس 13 بس، مش لكن قال الرساله بالظبط. يعني قال انه عايز حب يتوزع في الاوضه بتاعه الكوفيد دي، وقال نفس الرساله بالملي. الفرق بس، وقال نفس الايام، خميس جمعة سبت. الفرق بس ان الرسالة كانت بتتكلم عن 28 شخص، هو هنا بيتكلم عن 13، ولم يصرح بوفاتهم، انما تم عزله فعلا، تم اقالته فعلا. وده انا قريته في بوست النهاردة، ان اللواء اشرف امين مدير مستشفى التأمين الصحي جمال عبد الناصر تمت اقالته فعلا. السؤال بقى، اهالي الضحايا دول فين بقى؟ راحوا. طب مفيش اي اعتذار؟ لا. مفيش اي حاجه؟ طب مفيش احنا حقكم علينا؟ مفيش. السؤال الثاني من كلام اللي هو اشرف امين، السيسي اللي قاعد يدعي ربنا ويقول اللهم انت يا ربي والحاجات دي، طب تمام جدا، المستشفى جمال عبد الناصر دي التامين الصحي، الراجل بيتكلم انه عشان قطر المستشفى متهالك والبنيه التحتيه بتاعتها متهالكه، فين بقى الحاجات المليارات اللي بتروح للعاصمه الاداريه؟ ما بتطورش ليه المستشفيات؟